حنا تابعنا جمهور تابعنا الاستقرار ديالو هما كاين محمد بن يشوف من فريق الجيش الملكي، اللاعب جلال عبد الجبار من فريق امين حاجب، محمد الشريف ياسر الكمري رئيس المغرب الرياضي لكرة السلة. حنا هذه الندوة الصحفية اللي درناها باش نعلنوا على التقرير الأدبي والمالي ديالنا، اللي كما شفتوا حنا كما بدينا في السنة اللي فاتت كنا كسيتي اون تو ترونسبارونس، كل ماتش كل مداخل ديال أي ماتش وهذا كنا كنحطوها في لي ريزو سوسيو ديالنا، وفي التالي ديال هذه السنة درنا تقرير أدبي ومالي ديالنا باش وضحنا وعلنا شنو المداخل اللي داروا وحتى المصاريف اللي داروا. جمهور المغرب الرياضي الفاسي راه جمهور يضرب به المثل ماشي غير في المغرب، بزاف ديال البلدان راه كاين الجمهور، راه كاين بزاف ديال لي بيي ديال المغرب الرياضي الفاسي. حنا كنشكروا الجمهور وعلى راسهم الالترا فاتال تايجرز، لان هو اللي كان اول مستشهر، كما شفتوا راه تقريبا 60 مليون ديال المداخل ديال الجمهور اللي كتعد سابقه في تاريخ المغرب الرياضي في تاريخ كره السله كامله. دونك هذا الجمهور كنشكروه بزاف، لولا ديالو لولا الدعم ديالو لولا الثقه بيان سور كانت اون ترونسبارونس حنايا باش دار فينا الثقه، هو اللي ساعدنا باش اول مستشهر هو الجمهور ديال المغرب الفاسي الرياضي الفاسي. اللاعب الامريكي اللي غير الوطن باش نكونوا جد صريحين، اللاعب الامريكي ما قدش على 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 التدريب ديال لي بريباراسيون ديال هذا المدرب الجديد. كما كتعرفوا في الاول سنه راه خص يكونوا تدارب جد تري سبيسيفيك، راه تقريبا راه 5 سوايع في اليوم، 3 سوايع في العشيه و2 سوايع في الصباح، راه تقريبا كل يوم اللي ما قدرش يساير. يمكن كاين خصوصيات ديال اللاعبين الامريكيين شويه كيكون عندهم واحد ليغو شويه كيصحابهم راه فوق الجميع. حنا المغرب الرياضي الفاسي عنده ان ريغلومون انتيريور خاص 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 يتقبلوا اي واحد، هو مشى بدون سابق انذار. حنايا باش ما يكونوش مغالطات الناس كيصحابهم عطينا ليه دي زافونس، ولا حنا ماشي بحال كرة القدم ما عندناش دي بريم سينياتور. دونك هادشي اللي كاين، دونك بدون سابق انذار مشى بلا خبر اي واحد. دونك غادي نتبعوا المسطره القانونيه ديالنا، عندنا دي كونطرا، عندنا دي كلوز معاه، ما يمكنش تجي وتمشي بدون سابق انذار. طه بولال نائب رئيس المغرب الفاسي كرة السلة. هاد الندوة كتجي كسلة وصل بين الموسم الماضي وهذا الموسم هذا، حاولنا انها تكون هي ديك ليزون بين هاد جوج المواسم هذه. كيف لاحظتوا قدمنا الحصيلة التقنية والمالية ديال الموسم الماضي، وكذلك قدمنا الانتظارات والاهداف والطموحات ديالنا للموسم المقبل، لان احنا كمكتب فكنا كاملين كنا لاعبين سابقين، درجنا داخل سميتو مدرسه الفريق. الان احنا عندنا القبعه ديال الموسيي، فاحنا غنحاولوا ان شاء الله اننا نترجموا هذه الاحلام هذه وهذه الطموحات ديالنا باش نغدو المغرب الفاسي كره السله المكانه الحقيقيه ديالو، اللي هي منصه التتويج ولاعب هذه الادوار الطلائعيه ان شاء الله. شوف اللاعب الامريكي جا النهار الاول كيف شفتوا في الندوه، فاحنا تبعناه منذ الموسم الماضي في الدوري اللبناني، يمكن كان هو اول لاعب اللي تعاقدنا معاه. مني جا المغرب تنظن انه، اسمحوا لي على الكلمه، ولكن انه بحال اللي تكبر شويه على الفريق، حنا شي ما سمحناش به، رفض انه يمتثل قرارات المدرب، رفض انه يمتثل التدريبات اللي كانت شاقه في بدايه السنه، شوز كي تري نورمال لان في بدايه السنه كيكونوا تحضيرات الاعداد البدني، فهو رفض انه يمتثل هذا الشيء كامل. لاعب غادر ارض الوطن مديتو راسو زعما بدون اي اشعار للمكتب ولا شي حاجه. حنا كنحتفظوا بالحق ديالنا اننا وبالحق ديال الفريق سورتو ديال اننا نتابعوا اللاعب. حنا اتصلنا كان اتصال مع لاجون ديالو، وحنا غنسلكوا المسطره القانونيه.